ويعني له كل الحق في ذلك، لان احنا زي ما احنا شايفين موجه الكورونا الثانيه اللي بدات تضرب عده دول حول العالم، منها دول حتى في الجوار الاقليمي مصر، هي اكثر شراسه على الاقل من ناحيه الاعداد وسرعه الانتشار. دول اوروبا بتحقق حاليا اعداد اصابات لم تحققها في الموجه الاولى، يعني تجاوزت كل الارقام القياسيه التي تحققت في الموجه الاولى بمراحل. ايوه، فهذا ونحن يعني لسنا بعيدين عن يعني التطورات العالميه في مجال الكورونا، لان ده فيروس في الاخر بينتشر في الهواء، بينتشر ما بين المسافرين، بينتشر بطرق مختلفه ومتعدده، هيكون نتيجتها ان الاستهتار وعدم احترام الوضع الصعب اللي بيواجهه العالم واخذ الامور بسهوله سيترتب عليه للاسف الشديد ان احنا زي ما رئيس الوزراء حذر النهارده قد ننزلق الى هذا المنحنى. الحذر مطلوب والحفاظ على الاجراءات الاحترازيه مطلوب، عشان كده رئيس الوزراء شدد على كل الجهات انها تطبق القانون والغرامات المقرره على كل من لا يلتزم بالاجراءات الاحترازيه. احنا استعداداتنا كحكومة هنواجه هذا الامر ازاي؟ يعني مثلا لو انا هتكلم على الموظفين، ايه اللي هنتعامل ازاي كموظفين مع الموجة التانية لا قدر الله لو حصلت، وهي جاية خلينا نقول الكلام الصح، هي قادمة هنتعامل ازاي؟ وطبعا يعني لكل يعني حديث لو جاءت الموجة التانية هيكون في قرارات، لان ساعتها لجنة الازمات بتجتمع وبتقرر بناء على المعطيات على الارض. لكن استباقا لذلك رئيس الوزراء النهارده في اجتماع الحكومه طلب من الجهات المختلفه، الوزارات والجهات المختلفه، ان تاخذ في اعتبارها الزياده التي نشهدها في اعداد الاصابات. احنا امبارح كنا حوالي 242 اصابه، النهارده العدد لم يعلن، وانا بقول لحضرتك العدد اللي هيعلن اليوم هيتجاوز 300 اصابه جديده. في قفزه النهارده في عدد الإصابات من 242 إلى رقم يتجاوز 300، ربما 330 أو حاجة شبيهة بذلك. داخلين في المنحنى اللي بدأ زي ما بدأنا كده وأكتر. يعني احنا من امتى ما سمعناش عن رقم فوق 300 إصابة جديدة في اليوم؟ لأن فترة الحمد لله ما وصلناش لهذا الرقم. نعم، كنا 100 في 100 وحاجة، 200 تحت ال 200، النهارده بنتجاوز ال 300 في الرقم اللي هتعلنه وزارة الصحة في هذه الليلة. فده طبعا مؤشر خطير في بتزايد الأعداد، ويدل على أننا يجب أن نأخذ هذه الأمور بجدية شديدة. تعود على كلام رئيس الوزراء وتوجيهاته للوزراء والجهات الحكومية المختلفة، هو طلب منهم أنهم يراعوا هذا الظرف ويقللوا قدر الإمكان ويحددوا الأعداد فيما يخص التواجد في المصالح الحكومية، بمعنى أن لكل وزارة مطلق الحرية والمرونة الكاملة أنها تحدد أعداد الموظفين اللي بيحضروا كل يوم، لكن طبعا وده رئيس الوزراء شدد عليه بما يتوافق ومقتضيات العمل في كل مصلحة. كل مصلحة حكومية لها ظروفها الخاصة ولها الأعداد المعينة التي لا تستطيع أو يعني لا تستطيع أن تقل عنها، لأن ده يؤثر طبعا على سير العمل. فهو قال لهم وزنوا ما بين الاعتبارين، اعتبار أن احنا بنواجه تزايد في أعداد الإصابات بالكورونا بما يتطلبه من تقليل الأعداد وتقليل التزاحم تحديدا، هو يعني أكد على عدم التكدس في المصالح الحكومية سواء من جانب متلقي الخدمات المواطنين اللي بيذهبوا لهذه المصالح، طبعا بشكل أساسي لازم يكونوا مرتدين الكمامات، ولا تقدم أي خدمات لمواطن لا يرتدي الكمامة داخل مصلحة حكومية. ثم تقليل أعداد المتواجدين من الموظفين أيضا، ربما يعني كل وزارة أو أحد الوزارات قد ترتئي تطبيق مبدأ المناوبات، يعني ما بين الحضور ما بين الموظفين لتقليل الأعداد، لكن في النهاية الأمر متروك وهناك مرونة في التطبيق من جانب كل وزارة. كل وزارة هي التي ستقرر وستحدد العدد الملائم الذي تستطيع من خلاله أداء الخدمات للمواطنين، لأن احنا في النهاية مش عايزين الخدمات تتأثر. نعم. وفي نفس